الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نسأله سبحانه وتعالى أن يدخل عليكم وعلى جميع المغاربة بل وعلى جميع المسلمين في كل بقاع الأرض هذا الشهر بمزيد من الخيرات والمسرات والبركات، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيه إلى حسن صيامه وإلى الاجتهاد في قيامه وطاعته. هذا المسجد هذه معلمة أخرى تنضاف إلى المعالم السابقة في هذه المدينة المباركة. مسجد جاء في إبانه وفي أوانه بالنسبة لهذا الحي المبارك، حي مليء الحمد لله بالساكنة، والساكنة هنا في حاجة ماسة إلى المسجد، وجزى الله خيرا يعني المحسن الذي وفقه الله سبحانه وتعالى إلى بناء المسجد في هذه البقعة المباركة. نسأله سبحانه وتعالى أن يبني له بيتا في الجنة كما بنى بيتا في هذه البقعة، وأنتم الله يوفقكم ويسد الخطى ديالكم وينور الطريق ديالكم ويعينكم في هذه الرسالة العظيمة اللي كتقوموا بها، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. مرحبا. اليوم تم افتتاح مسجد العزيز بحي الفتح بني خلف المحمدية، فاللي بغيت نقول لكم كما قال الله تبارك وتعالى: من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. هذا السيد اللي بنى هذا المسجد تبارك الله عليه يعني مواصفات عالية. هذا المسجد تبارك الله كبير، لكن ما كتعرفوا أن المنعشين العقاريين كيفكروا غير في الفلوس. هذا السيد تبارك الله عليه صراحة شهادة ديال الله، الله يجازيه بخير. الشيء اللي غنقول من هذا المنبر ديالكم، والله يكثر خير والله يجعله في ميزان الحسنات دياله. تحياتي لكم. السلام عليكم. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. نور الدين بسم الله لرئيس جمعية الفتح. صراحة نحن هذا اليوم السعيد اللي تفتح لنا هذا المسجد اللي هو معلمة اللي غتكون واحد الإضافة في حي الفتح، كنت انتظرنا الكثير. وكيف كتشوفوا المستوى الراقي اللي هذا المسجد. كنشكروا الصاهرين اللي تبعثوا صياد صاحب الجلالة أن المساجد يكونوا قرابين على المواطنين. احنا سعداء لا احنا ولا الساكنة ديال حي الفتح والمناطق المجاورة بهذا المولود ديال هذا المسجد. شكرا لهم جميعا، وتقبل الله من الجميع هذا العمل الجبار للمسجد اللي في المستوى كيشرف المنطقة ديالنا. وشكرا للصاهرين اللي سهروا عليه باش وصل لهذا المستوى. وبهذه المناسبة ديال شهر رمضان المبارك كنهنئوا أمير المؤمنين صاحب الجلالة، نصره الله بهذا، وكنتمنوا له الصحة والعافية وجميع المسؤولين على الصعيد لا عمالة المحمدية ولا الصعيد الوطني. رمضان مبارك سعيد للجميع، وكل عام وأنتم ألف خير. شكرا. سكينة الفتح واحد، مبروك عليكم افتتاح لهذا المسجد هذا الذي يعتبر من المرافق العمومية بالقرب من السكينة. هذا المسجد الذي يحمل اسم المسجد العزيز. إذا نقول مرة أخرى هنيئا لسكينة الفتح واحد من أنهم قرب لهم هذا المسجد هذا، وفي أنه تحل في هذه المناسبة ديال الشهر رمضان المبارك. وكنتمنوا أنها يكون شهر ديال الهداية للجميع إن شاء الله والسلامة للجميع، وأننا نكون متآخين في الله وما يكونش الشحناء والبغضاء بين المسلمين. ومرة أخرى نهنئ ساكنة الفتح جوج بافتتاح المسجد العزيز، وشكرا لكم. الافتتاح كان جميل جدا، ونتمنى من الله عز وجل أن يقبل لنا في هذا الشهر الكريم من هذه الدعوات ومن الخير. ومن بنى مسجدا بنى الله بيتا في الجنة. ونتمنى من الساكنة أن يحافظوا عن هذا المسجد بجماله ورقه في. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. موسى صابير فاعل جمعوي ناشط سياسي بجماعة بني خلف من ساكنة الفتح. كنشكر الله سبحانه وتعالى على هذه المعلمة الإسلامية اللي هي فيها الخير لساكنة الفتح في الشهر المبارك السعيد. كنتمنى كل خير كل من ساهم في هذه المعلمة الإسلامية اللي سبب الساكنة ديال المشروع باقي الإقامات المجاورة، والله يثبت الأجر للجميع ورمضان كريم.